كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. شوف هو الواقعة وقعت تقريبا قرب يدور عليها العام. يعني واحد النقطة مهمة قبل ما غادي نجاوبكم باش خصكم باش كل شيء يعرفها، انه الواقعة وقعت في 13 جوية، راه ماشي قديمة، راه ماشي عاد جبدات، واقعة جديدة وجبدات في وقتها ماشي في نفس الوقت. يعني انا قدمت شكاية ديالي يعني فقط، يعني هذا كان تساؤل عند بزاف ديال الناس سولوني عليه. اما بالنسبة لسؤالك الاحاس، شوف هو بصراحة ما نبغي حتى شي واحد يعيش هذاك الشيء اللي عشته، لانه صعب جدا وخيب جدا لمستوى القرف، لدرجة انكم انا يعني هذا ماشي غير النساء، لحقاش حتى الرجال ممكن انهم يتعرضوا يعني للاغتصاب باش نكونوا واضحين، راه ماشي غير النساء، ولكن لدرجة انكم كتوليو تقرفوا ريوسكم، كتوليو ما يعني احساس خيب بزاف، وكنتمنى من حتى واحد ما يعيش والله. وكنقول كاع السيدات اللي عاشتو خاصها تحاول تخرج من الازمة وتهضر وتعبر عليها، لانه الا ما عبرتش عليها غتعيش معها طول عمرها. راه حنا قوارير، راه ملي كنترسو كنوليو كنجرحو، يعني راعي ولو يعني اللي ما قدرش يعني يضامن ولا يعني ولا يقوم بشي حركه، على الاقل يحترم ولا يتعامل بكل انسانيه، لا اقل ولا اكثر. انا لا اطلب من شيء احد والو، ما كنطلب والو من شي حد. اللي بغيت يضامن انا وسهلا انا اكون سعيده به، واللي ما بغاش على الاقل يتعامل باحترام وبكل انسانيه. هذا اعتصام بطريقتي الخاصة، الناس تحتفل وتستقبل الورود والأزهار والهدايا باليوم العالمي للمرأة، ولكن أنا فقط أستقبل فقط الآلام، أنا حبيت أنكم تشوفوني، وأنا يعني لأنه شوية غبرت ولكن أنا موجودة ماشي ما كايناش. طبعا يعني من حقي أنني ما نبانش، لأنني عندي بزاف الأمور اللي خصني نتبعها، صحتي النفسية البدنية حياتي الشخصية، ولكن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هذا اليوم ما خاصوش يمر مرور الكرام، فقررت أنني نحتج أمام الأول جهة حقوقية أو التي يعني تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان اللي بعتني واللي سربت شكايتي، يعني كصحفية مغربية وكجهة كتختار ضحاياها من أجل أجنداتها الخاصة، أنا اختارت أنني نحتج تما. أنا ما تنقولش ناس تضامنوا معايا، حتى أنا عندي متضامنين ديالي، والرأي العام له الاختيار، يعني له الحق في اختيار الجهة اللي بغى يدافع عليها، هذه من جهة. أما من جهة أنه ماذا تعرض له وماذا 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 وماذا، هذاك الشيء ما ليس لي الحق في التكلم عليه. أنا يا وقع لي حادث قمت بداك الشيء اللي خاصني نديره. أنا اليوم معكم كنتواجد في المقر النقابة الوطنية للصحافة، كوني صحفية مغربية ومن حقي أنني نطلب هذا المقر، سواء كيف ما أنني نقدر نطلب أي مقر آخر، باش انا نتواصل مع الصحفيين اللي طلبوا انهم يتواصلوا معايا، وخصوصا يعني بمناسبه هذا اليوم اللي هو ليداز لوي مارس، قلت انه هذا هو الوقت لانني نخرج نتكلم فيه واللي ندافع فيه على حقي وعلى كرامتي كسيده مغربيه تعرضت لاعتداء جنسي. انا اليوم هنا جيت عندكم باش يعني باش نعبر على معاناتي وتعبي اللي عشته، كيف ما اصبح يعني كيف ما قمت به، يكون من اجل يعني الاجابه عن يعني عن استفساراتكم وتساؤلاتكم، لذلك انا اليوم هنا. انا سعيده جدا بهذا صراحه، وتفاجات به كثيرا صراحة، يعني والله عجزت عن التعبير، وحق الله ملي شفتهم يعني كلنا شفنا كيفاش جاو، انا هادشي كان زوين بزاف. انا هاد الجهات ما عرفتهمش شكون هما بصراحة واشنو كيقصدوا واشنو باغيين. انا كنعاود نقول لهم هاد الجهات الا كنتو كتقصدوا شي جهة معينة قصدوها نيشان، بغيت نقول قصدوها نيشان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.